انت مدام باوروبا لازم كل فرد بالمجتمع يعمل، الزوجة، الزوج، الاطفال، يعني هذه كعائلة عراقية مع احترامنا لهم لازم يعتمدون على انفسهم ويطلعون للسوق ويتعايشون ويندمجون. اكيد اكيد. والا أكيد اذا يعتمدون على مساعدات الدولة، اذا تقول انت مقطوعة مثل مو مثل باقي الاتحاد، يعني لازم يعتمدون على انفسهم. اي انا هسه هذا ابو الشركة القديمة كنت اشتغل يا ابو المعمل، اي قلت له هيك وضعيتي. طبعا هو للعلم ابو جمال نسيت اقول لك هذا راح حتى للإميغريشن. اي قال لهم انا هذا طلعوه، انا اتكفل بوضعيتي، احط له شقه واقص فلوس الشقه من راتبه. هذا الشخص ذو خبره، يعني انا عندي خبره بالجام ابو جمال، انا شغلتي جام يعني. عافيه والله، عافيه والله سيف، بارك الله فيك. انا دائما اشجع الشباب اقول لهم تعلموا مهنه. اي انا شغلتي بالجام، اقص جام واديق واسوي شبابيش مال جام يعني نوافذ. وحتى من رحت هناك للشركه اختبروني ونجحت بالاختبار. وقال لي انت وشلون ظل يحبني ابو جمال؟ اكو شخص واحنا جاي نشتغل، شخص لا تي في يشتغل ويانا يعني، وقعت عليه جامه على رجله وانشقت رجلي. زين. يعني فانا ركضت عليه، ظلوا كلهم يباعون على الدم يخافون يوصلوا له هم. اي. ركضت عليه، اخذت الصندوق مال الادوات الطبيه، لفيت رجله ما ادري شنو، هو يباوع علي. هو يباوع علي، انا صرت كل دم، ملابسي ما ادري شنو، يعني هو يعني تخيل ابو جمال، نزعت الحذاء ماله وشديت رجله وما ادري شو على ما اجى الاسعاف يعني. فراح للمسؤول مالي قال له هذا الشخص انا كلش حبيته، يعني هذا الشخص يعني زين، هذا هم يحبوني شو اعترف. بس انا هاي الشغله صارت بي، انا ما متعمد اسويها، شغله صارت عندي يعني على الفطره، ركضت سوى لان باوع الناس يباوعون علي. الغيره العراقيه. اي والله هو ما يدنون ابو جمال يعني ما يلمسونه. صح. يعني ركضت عليه لزمته وشديت، فلهذا الشيء هو عرف بي انا لاجئ وهاي. قال لي والله انا كل السعيد، انا كل السعيد انه انت شخص لاجئ وجاي هنا تشتغل، يعني تشتغل يقول لي وتعتمد على نفسك وتتعب. يقول لي هذا الشيء كلش اقدره، هم يحترموني اللي يشتغل ابو جمال. اكيد اكيد اكيد. فراح للإميغريشن قال لهم انا هذا الشقه انا اشوفها له، وانا اعطيكم العنوان ماله يبقى يمي، وانا اقص من راتبي وادفع للشقه وادفع للضريبه. انتم ليش بعد يعني شنو؟ يقولوا له لا انت من تريد تتولى خليه يرجع للعراق وانت سوي له دعوه عمل ويجي. يا سلام. اي قال لهم هو وصل هنا، هو لاجئ، هو هذا اصلا حياته مهدده بالخطر، شلون يرجع للعراق وانا اسوي له دعوه؟ قلت له انا، هو قال لي طرح على هاي الموضوع، قال لي تحب ترجع للعراق وانا اسوي لك دعوه تجي؟ قلت له انا لا ارجع اموت، مو انا قلت ابو جمال ذول خافوا يريد يجربوني يريد هاي. صح. اي قلت له انا اذا ارجع اموت. هو قال لهم هذا الشخص ذا هو اصلا شرد، هو هارب هسه من الموت، شنو يرجع الله؟ يعني هذا شيء مو منطقي. قالوا له هذا الشيء الوحيد يعني اللي نقدر نقدمه لك. تدري سيف منو نجاك انت؟ منو طلعك من هاي المأساة كلها؟ اي صبرك. اي والله ابو جمال صبرت. اي والله ايش قد لحوا علي اصدقاء، ايش قد قالوا ارجع، قلت لهم لا والله ما ارجع ولا ابقى. يعني هم انا حتى حرس الحدود بذيك المدينه تعبتهم والله، لان الانسبكتر قالت لي انا تعبت من ملفك، انت وين تريد توصل؟ قلت له اريد اوصل لحري، اريد اخذ حريتي. اي وطبعا للعلم من القاضي اطلق صراحه، طلعت قالت لي صدق انا قعدت في المحكمه ضدك، بس انا الان اهنيك لان انت فزت علي. انا حرس حدود لاتفي اوروبي، انت فزت علي مهاجر، انت فزت علي، انا اعترف بهذا الشيء. ايه قولي له كل الزين. وتدري سيف اني دائما من كنت احكي وياهم جماعه ليتوانيا قلت لهم شوفوا اللي يصبر راح ينول، اللي ما يصبر راح يرجع. وفعلا الناس بال 700 واحد رجعوا. ليش ابو جمال انا كنت انا افوت فيديو لك وانا مخلي شعار انا لا. تعرف هناك والله بذاك الاحتجاز يعطونا الموبايل ساعه واحده باليوم. صح.
ساعة واحدة أو ساعتين تستخدم موبايلك بس مجرد تتصل بأهلك، تصل المحامي هيك شيء، هم يعطونك إياه ساعتين كل 24 ساعة. صحيح. فأنا يعني أي أنا وين مجلس في العراق يعني متابعك، و لأنه أنا أول خبر نزلت عن الكزندر، أنا نزلت الخبر عن ليتوانيا قال سوف أغرق أوروبا باللاجئين والمخدرات، هذا الكزندر. صحيح صحيح. أو نزلت الخبر وبدأت اشتعلت وراءها الناس قامت تعبر أفواجا أفواجا. والله والله أكو ناس هنا جايين من دول يعني بعيدة، ف يعني صارت لهم الفرصة يعني يجون على لاتفي يقولون عمي زين جيت ب 500-600 دولار، جيت وصلت الأوروبا من بلدك الأوروبا ب 600 دولار، تذكر الفيزا بذيك الوقت؟ صح. قالوا احنا خسرنا آلاف اليوروات يلا وصلنا هنا. اي صدقون لأن الطريق صعب مالتهم. صحيح صحيح. اي والله والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر سيد على سلامتك، ونشكرك على هذا اللقاء. جمال انا اريد اخذ نصيحتك، انا لا سامح الله أيه. يعني اذا اجاني قرار رفض وهذا يعني تنصحني وين اروح وش اسوي؟ سيف فرنسا وايطاليا. لا تروح فرنسا. شوف لا تروح على هولندا ولا تروح على بلجيكا ولا تروح على السويد ولا النرويج ولا الدنمارك، فرنسا واسبانيا. ابو جمال شنو رايك باسبانيا؟ اسبانيا زينه والبرتغال زينه، بس انا دا احكي لك عن مثلا فرنسا على الاقل تنطيك مكان تسكن به كم نظيف وزين وراتب. ايطاليا حاليا ايطاليا تخليك مثلا شهر شهرين على ما يجي موعدك ويتقول لك تعال، يعني اعرف خطيه ولد اسمه محمد هسه دي ينام بالشارع ببولزانو، دي ينام بالشارع لانه انطوا موعد شهرين. اي والله العظيم. زين ففرنسا تستقبلك مباشره وتحطك بكم احدى المنظمات، وفرنسا وضعها الاقتصادي افضل، بس ايطاليا من تجي ويدخلوك بالكم يعني باذن الله تعتبر نفسك ماخذ الاقامه ولكن بعد 3 سنوات. مو مشكله ابو جمال، انا تدري شنو اللي اريده؟ أي. انا اريد اهم شيء بلد ما يرجعني لهنا. ما يرجعك فرنسا، ما ترجعك وايطاليا ما ترجعك والبرتغال. ما عندي مشكله، اعتمد على نفسي اشتغل، لان هي ابو جمال بعد اللي يجي هنا يشوف حياته، لازم صح. يتحمل، لازم يشتغل، لازم يعتمد على نفسه، لازم يطلع لقمته من حلق السبع. صح والله العظيم. انا اهم شيء اريد يعني يعني بلد ما يرجعني لهنانه ابد، ما يرجعني لهنانه ابد، سواء كانت اسبانيا ايطاليا فرنسا، اهم شيء انه بلد ما يرجعني. اصبر على الاوراق ماكو مشكله. شوف سيف قبل فترة خابرني ولد جاي من السويد، تدري كم رفض عنده؟ 3 رفوضات، وغادر من السويد اجى الى الجنوب الايطالي وقدم، بعد مرور سنة اجت الاوراق من روما قالوا له عندك بصمة بالسويد ولازم ترجع، يعني هذا رفض اللجوء والترحيل. قال لهم اريد اطعم بالقرار، طعم بالقرار المحامي مالته قال له ترى راح يستغرق 18 شهر لأنه بصمة دبلن ما تنتهي إلا بعد مرور 18 شهر اللي هي سنة ونص. وفعلا بعد مرور بالضبط 3 سنوات إجا القرار بإعطائه الحماية الدولية وإعطائه 5 سنوات لاجئ سياسي. يعني إيطاليا ما رحلته يعني ما عندهم هذا النظام أبو جمال، هم لا ما عندهم هذا النظام. قبل الإيطاليين كان يجون هم بالستة الصبح يرحلون، الآن إذا تقولهم أريد أستأنف القرار ما يرحلوك وتكسر البصمة حتى يتعالج ملفك هنا. طبعا والأمر الحلو شنو، هذا الولد من جاء سوى نفسه مريض ومذب يم الكنيسة، يلا شنو عبروا الموعد لأنه الكنيسة كانت تنطي شهر كامل يلا تقويك وبعدين تحولك إلى الكوستورة الأمن العام بالإيطاليا والله العظيم. فهم الآن انطوا الإقامة السياسية
وتدري الإقامة السياسية بإيطاليا يعني يقول لك أنت من تستلم الإقامة أطلع، أطلع ملكم يعني، أطلع اشتغل، أطلع. إيطاليا دينها دين يعني. طبعا أكيد أكيد. زين، مو مثل باقي مثلا فرنسا، حتى إسبانيا ما تنطيك سكن، والبرتغال ما تنطيك سكن، هذول الدول شوية اقتصادهم شوية تعبان. بس صحيح. ايه بس الجميل بالامر شنو؟ تنطيك الاقامه. والحلو سيف بعد راح ازيدك من الشعر بيت، بانه ايطاليا تقبل بالكلام اللفظي، يعني مو شرط تكون عندك ادله. صحيح صحيح، هذا الشيء هذا انا طبعا راجعت فيديو لك اذا تتذكر الفيديو اللي انت سويت بيه مقارنه بين ايطاليا واسبانيا. ايه الفيديو اعتقد انت نزلته يمكن 25 دقيقة 30 دقيقة تقريبا، موجود والله عندي موجود الفيديو، بس ديك القناة راحت من المسحة. اي ديك القناة راحت للأسف يعني، حرامات. انا شفته هذاك الفيديو، شفته شفت انه دولتين مقاربات، بس ايطاليا شوية. انا عندي اكو شخص باسبانيا، هذا الشخص من عراقي، هو من مقدم لجوء باسبانيا، فمن قارين الملف مالته يعني وعلى حسب الاصول، المحاميه من مكمل المقابله مالته قايل للمحاميه، هو قايل لها ورا فتره قايل لها شو هذولي لا قالوا لي على ادله، لا قالوا لي على شيء، هاي باسبانيا اي لا قالوا لي على شيء، شنو السبب؟ المحاميه قالت له افهم شيء، اسبانيا بالنسبه للعراقيين تقول الدليل مال العراق واضح. أي. ما تضبون ادب، هذا الدليل البلد ماله واضح، لان هم اسبانيا يعتبرون العراق بلد غير امن، يقولوا قايلين لها انت قل لي للموكل مالك انه الدليل ماله واضح، الدليل ماله قدامنا يعني، احنا بعد شكو ونطلب منه ادله. تمام. بس هسه جاي ياخذون ادله من العراقي، بس شنو ياخذوها منك يعني بافضل، يقول لك انت شنو عندك صور بالموبايل، عندك اي شيء فيديو، هذا بس ياخذون هذا الدليل وجمال، ياخذونه على محمل الجد، مو مثل اللاتفي. اللاتفي لو تعطيهم، لو تجيب لهم يعني اي دليل، انت الدليل مالك واقعي تجيبه، يقول لك لا، يقول لك هذا الدليل مالك انت، مو شو اسمه يعني. سيف قلناها مالك. احنا قلناها، ما يعتبروكم لاجئين، يعتبروكم هجوم، جيتوا مدربين تريد تخربون بلدهم، هيك اعتبروكم، ما اعتبروكم لاجئين. اي بالضبط. هذول الدول عندهم عراق، اسبانيا والبرتغال فسيف شوف انت ابحث عن الدولة اللي تنطيك اوراق، ما يهم. شوف انت عافي عليك تشتغل، اكو ناس لا تدور رواتب وخده وخدر، فانت مدام بعدك بصحتك ما شاء الله، الله ينطيك الصحه والعافيه، وتقدر تشتغل، تروح على دوله تنطيك اوراق، هذا المهم بالامر، الاوراق ثم الاوراق ثم الاوراق. الاوراق اكيد كيف من تاخذ البرميسو؟ هسه جاي ابحث. انا بالنسبه لايطاليا اعرف عنها كل شيء، وطبعا اعرف عليها كل شيء، هاي طبعا من معرفتك، من ما اشاهد فيديوهات إلك. بس بالنسبه لاسبانيا ما اريد ابحث عليها بعد زي. يعني اريد اروح اذ بروحي باسبانيا ابو جمال، لان انا ما سمعت هذا الولد قال لي، وهذا الولد انا اثق به، ومو بس هو، هواي يعني. انا سمعت حتى مغاربه هنا اتصلوا باصدقائهم باسبانيا، تعرف انت اسبانيا هاي بيها مغاربه. يعني انا تكلمت وياهم شخصيا، قلت لهم قالوا لي شنو وضع العراقي، قالوا لي انت ليش ما جيت على اسبانيا من البدايه، انت لو جاي على اسبانيا من البدايه انت ملك هنا. قالوا لي احنا وين نعرف عراقيين، كلهم ذوليك عندهم مقاين باسبانيا بدون نقاش. صح بدون صح. نقاش عندهم. فانا شنو ابو جمال اريد اتاكد بعد على اسبانيا حتى اذا بروح بيها، والله انا ما يهمني المعونه مال اوروبا كلها ودعتك، ولا تهمني ابو جمال، والله ولا تهمني ولا تهمني. انا انسان جيت هنا اخذ اوراق واشتغل، انا اطلع فلوسي، انا اقعد باحسن شقه بفلوسي، البس احسن لبس بفلوسي، اكل بفلوسي، ما اريد المعونه مال اوروبا. هو هذا الكلام الصحيح، هذا الكلام الانسان العاقل اللي يريد يشتغل ويثبت جذوره باوروبا. ابو جمال المعونه مال اوروبا ما راح تخليني اتقدم، ما راح تبني لي مستقبل ابد ابدا، خليني اروح بمكاني. اي فعلا والله،
لان انت من تشتغل هنا وتعتمد على نفسك انت راح تبني شيء جديد لك. صح 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 الله كريم. وانا هم ابو جمال اتمنى تساعدني شوي على شغله اسبانيا، على شغله فرنسا، على شغله البرتغال. صار راح يعني راح اجمع لك معلومات، راح اجمع معلومات واتاكد كل الزين وما يصير خاطرك الا طيب. كل الهلا بيك. الله ابو جمال وشكرا على المكالمه. الله يسلمك نشكرك احنا حتى، ونتمنى لك فعلا فعلا تاخذ اقامه وتتهنى وتقعد، وان شاء الله تدور لك على بنت الحلال وتتزوج وتكون اسره وتشوف اولادك باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله. وانا هم اتمنى للجميع، جميع شكو شاب مثلي مر بظرف صعب، واتمنى لهم كل الخير ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. وتحياتنا آمين. ونتمنى لك نهار سعيد.